دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب مئاتي ممثلا بمعالي الوزير مروان خير الدين معالي وزير الصناعة الأستاذ فريش صابونجان معالي وزير الإعلام الأستاذ وليد دعوق معالي الوزير الأستاذ عدنان القصار حضرة الأستاذ رؤوف أبو زكي السادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي السادة رؤساء وممثلي الهيئات الاقتصادية أيها الحضور الكرام باسم الجمعية اللبنانية تراخيص الامتياز يسرني أن أرحب بكم في مؤتمر بيروت الدولي للفرنشايز بيفكس 2012 الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال وكلاهما يؤمن بحاضر لبنان وبمستقبله ولا يوفر جهدا في سبيل خدمة هذا الوطن والاقتصاده وتفتخر الجمعية بأنها تعمل على الترويج للبنان وطن الجمال والإبداع وذلك عبر تطوير قطاع الامتيازات اللبنانية التي انتشرت حول العالم لتميزها وجودتها والقيم التفاضلية التي تتمتع بها وبيفكس هذا العام يكتسب أهمية مضاعفة فانعقاده في هذه الظروف يشكل تحدياً بحد ذاته هذا فضلاً عن أهمية المواضيع التي يطرحها على مدى يومين وأهمية المتحدثين ذوي الخبرات الواسعة في نشاط الفرنشايز والمواضيع ذات الصلة وهنا يسرني أن أعلن أن مجلس الفرنشايز العالمي الذي يضم 47 دولة ومنها لبنان سيعقد اجتماعه المقبل World Franchise Council Meeting بين 15 و19 نيسان 2013 في بيروت وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها جمعيتنا للحصول على موافقة المجلس العالمي على انعقاد هذا الحدث المميز في بلدنا وذلك رغم حداثة انضمامنا إلى هذه المجموعة الدولية كما أنني أود أن ألقي الضوء على مبادرة حيوية أخرى نسعى لإطلاقها وإعطائها المزيد من الدفع وهي براندينج لبنان وما أحوجنا لهكذا مشروع لما لحق ببلدنا من شوائب ومفاهيم مغلوطة خلال السنوات الماضية ويهدف براندينج لبنان إلى إبراز صورة لبنان الحقيقية للعالم فنحن بلد الثقافة والمبادرة والإبداع بلد القدرة على المنافسة والإنتاجية بلد مصدر للذوق والجمال ولنمط عيش فريد من نوعه بلد التجدد الدائم لذلك نرى أن الوقت قد حان للسير بهذه المبادرة ووضع الأسس الصحيحة لها وحث جميع الأطراف المعنية الرسمية والخاصة للتعاون في سبيل نقل الصورة الحقيقية لوطننا من هنا توجهت الجمعية قبل أيام قليلة بكتاب مفتوح إلى صاحب الرعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي لمناشدته إطلاق مبادرة سريعة وطارئة لتشكيل وفد وزاري وسياسي واقتصادي يقوم بزيارة الدول العربية الشقيقة تعبيراً عن وحدة اللبنانيين وتضامنهم وليؤكد على الميزات الاقتصادية والحياتية المتنوعة التي يتمتع بها لبنان طريقة عيش لبنانية تبقى متألقة حتى في الأوقات الحرجة والظروف الصعبة كما أكدت الجمعية لدولة الرئيس أن العلامة الفارقة أي لبنان تستأهل وتستحق جهداً استثنائياً فاللبنانيون محكومون بالعمل سوياً لاستعادة الأمل والديناميكية والحيوية إلى اقتصادهم الوطني فمهما اشتدت المصاعب لن يفقد وطننا صفات العمل الدؤوب والإنتاجية والحركة الدائمة في سبيل عزة اللبنانيين وازدهارهم لكل هذا نحن موجودون هنا في هذا المؤتمر النوعي وفي هذا التوقيت بالذات لأن أصحاب ومشغلي علامات الامتياز لم ولن يستسلموا لليأس فهذا القطاع يتمتع بميزات تفاضلية وقيمة مضافة مرتفعة وهو ولد ليعيش وليقاوم المصاعب وليتأقلم مع المستجدات وفي ظل هذه الظروف هل يمكننا السير إلى الأمام باتجاه المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون دون التوافق على الأمور الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لذلك نرى أنه من الضروري صياغة عقد اجتماعي جديد يوفر الشروط الملائمة لتطوير الإنتاجية
والتنافسية ويؤمن النمو ويحقق العدالة الاجتماعية. علينا جميعا أن نعي واجباتنا تجاه بناء اقتصاد حديث قادر على التكيف مع الأزمات، وهذا لن يتحقق دون تكاتف الجهود بين كافة شرائح المجتمع العامل لتطوير الاقتصاد ورفده بالطاقات المطلوبة لمواكبة التغيرات العالمية. أليس هذا سبب وجود لبنان ورسالته؟ هذا الوطن الذي نحب ونريد لنا ولأولادنا. فهيا بنا إلى حوار بناء بين الشركاء لنبني لبنان الجديد، لبنان الغد، لبنان الذي يستغل ذكاء أبنائه لأهداف جامعة تأتي بالفائدة على المجتمع ككل، فنستعيد حينها دورنا الرائد. وفي الختام أشكر دولة الرئيس على رعايته ومعالي الوزراء على حضورهم، وأخص بالشكر الجهات الراعية وأصدقائنا الإعلاميين وكل المشاركين الكرام. والشكر الكبير يبقى لزملائي في الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز على ثقتهم ودعمهم المتواصلين. شكراً.